وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. متابعين الكرام، متابعين موقع خبر اليوم في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. معانا النهاردة بنوصل لحضراتكم أحداث قضية كانت تشغل الرأي العام، قضية رنا عمار عبد الحليم. طبعا الكل سمع عن القضية منذ 20 يوم تقريبا، واللي سمعنا عنها ان هي لقيناها جثه هامله بجوار المقابر في قريه الحلوات اتباع المركز ومدينه الابراهيميه. معانا النهارده في اول ظهور لاسره رنا بعد ان تم القبض على المتهم بانهاء حياه رنا، هيحكوا لنا كل التفاصيل من البدايه وايه اللي حصل وايه الدافع الاساسي وراء هذه الجريمه. معانا النهارده والدتها وجدتها لابوها ووالد رنا. بقالي لا احد. بقالي لا. قولي لنا كده يعني ايه اللي حصل بعد ما طبعا تمينا الجنازه، وكان طبعا جميع جهات الامن بتدور على المتهم بعد ما تم القبض عليه، ايه اللي حصل؟ انهم يدوروا عليها ويخشوا البيوت ويفتشوا عشان يلاقوا المتهم وكده. بعد ما لقوا المتهم خلاص بقى بعد 16 يوم لما لقوا المتهم قبضوا عليه وخدوا، واحنا بقى دنينا ملهوفين عليها من ساعه ما طلعت على الدرس، يا ترى هنلاقيها يا ترى مش هنلاقيها. احكي لنا كده اول تفاصيل لحظه خروج رنا. ماشي يوم الاربع رنا رايحه الدرس، خلصت الدروس كلها ولسه ده اخر الدرس. طلعت الساعه 7:15 من هنا من البيت. طبعا مامتها متابعه معاها بالتليفون، لما بتطلع بتقول لها انا لسه خارجه يا ماما من الدرس. مامتها تقولها ماشي، تقابلها في السكه. طبعا رنا راحت الدرس وتأخرت، واجت امها ترن عليها في اول ما بترن عليه ما هي مش وصلت الدرس، ما راحتش. كانت الساعه كام؟ الساعه كام كانت الساعه كام يا برا؟ 7:30. هي طلعت 7:15 10 من هنا، بس مش وصلت الدرس. ما هي مش وصلت، ما وصلتش الدرس. اجت امها ترن عليها، لقيت التليفون بتاعها مقفول بعد ما الدرس خلص، يعني هي مش وصلت الدرس. اجت امها ترن عليها عشان تشوفها في ميعاد خروجها من الدرس عشان تشوفها طلعت ولا ما طلعتش. انقطعت التليفون مقفول. انقطعت الاخبار عن كده. كل ما ترن عليها التليفون مقفول. اجت امها ترن على واحده زميلتها، رنا فين؟ انتوا طلعتوا ولا لسه؟ قالت لها رنا ما جاتش الدرس خالص. اجت مامتها كل ما ترن على حد منهم مش تلاقي حد يقولها ما جاتش. جينا بقى احنا طلعنا نسأل عليها في الطريق اللي احنا بنسأل عليه، ناس يقولوا لنا عدت وناس يقولوا ما عدتش، ناس يقولوا عدت وناس يقولوا ما عدتش، واحنا قعدنا نلف. طبعا باباها اتصل بناس وقعدنا نلف عليها طول الليل ما لقيناهاش. تاني يوم ما لقيناهاش، تالت يوم لقيناها ميتة اخر النهار زي دلوقتي كده، مرمية ميتة. كان بالنسبة لك نور عيني من جوا اللي انا بشوف بدي، وحته من قلبي من جوا اللي انا بشوف نور عيني اللي انا بشوف برانا. هي حفيدتنا اول واحده، هي الحفيده الكبيره، اكبر واحده، عنده 3 بنات ودي اول بنت لي. انا كنت في اولى ثانوي، انا عروسه حلوه حافظه القران واخده 3 شهادات تقدير. انا واخداها، انا طالعه الاول على المدرسه، رنا طالعه الاول. رنا ما بتلتفتش وراها يا باشا، مش بتلتفت وراها. رنا طالعه الاول على المدرسه، رنا بتمشي موطين. دي صوره رنا المرهومه. الكل كان بيشهد لها بحسن الخلق وطيبه القلب والمعامله الحسنه في وسط اهل قريتها، وكانت حافظه لكتاب الله عز وجل. وطبعا اتخطفت زهره اللوتس، يعني اتخطفت في لحظات. تمام. هنواصل الحديث مع والدة رنا ونقول لها البقاء لله. بعد ما سألتي وعرفتي ان رنا يعني انقطعت الاخبار عنها، تواصلتي للخبر الاكيد ازاي؟ قلت الخبر ازاي؟
زميلتها اللي بتمشي معايا. قالت لك ايه زميلتها؟ قالت رنا مشيش قبل الدرس. اه تمام. جات يا ما جاتش الدرس؟ اه جات مشيش قبل الدرس. كنت تتوقعي في يوم من ذات الايام ان حد يقدر بيها الغدا دي؟ لا لا ما هيش بتاعت مش لها عداوه ولا لها حد ولا بتمشي معاه ولا بها العداوه ولا عمرها في يوم اتخانقت مع اي زميلتها ولا تسببت مشاكل مع حد؟ لا لا خالص. ولا حد تربص ليها ولا جاي لها؟ لا او لا برضو اللي احنا عايزين نفهم برضو يعني ايه؟ والله ما حاجه حصلت من بكره. والله بحياتي اللي بنت ده ما حاجه حصلت من بكره. مش كان في دماغها للتعليم بس. اه احكي لنا كده عن رأيك. رانا كل حاجة رانا مش قادرة اوصفها لك. كل حاجة حلوة كانت في رانا. كل حاجة حلوة كانت في رانا. كل حاجة حلوة كانت في رانا. رانا ما كانش فيها حاجة وحشة خالص 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 خالص. دايما فيها تسامح لاصحابها وزميلها. موت موت موت. لو في ايدها شكرا طايق تتبهل العين اللي قبلها في الشارع. احكي لنا يا مان. ايش قال طب انت معلش طب نواصل الحديث مع ولد بقال الزمان حياتك الباقي يا فندم. حياتك الباقي. عايزين نعرف منك بعض التفاصيل اللي مش عارف نضبط نتواصل منها مع ست والده. لا مش هتقدر. ربنا يصبرنا جميعا وهم مش عارفين نوصلك المعلومه لان الله يكون في عونهم. ربنا يصبرنا ينزل علينا الصبر يا رب من عنده يا رب. الحمد لله الحمد لله والشكر لله على كل حال وراضين بقضاء الله. دي وديعه بتاعت ربنا وخدها اديها لنا شويه وعوزها خلاص. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. بدايه الكلام اقدم الشكر بس اللي ساعدنا الاول. اول هام محمد بن نادر رئيس مباحث الابراهيميه مشكورا ما استناش مده البلاغ. جالي بعد الاختفاء على طول الساعه 9 كان موجود عندي. مشكورا 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 سيادته. وقدم الشكر الاول برضو لمعالي وزير السياحه احمد بعيسى. احمد بعيسى كلم وزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت. كان ساعتها دكتور عمرو طلعت كان في عمره. دكتور عمرو طلعت كلف محمد بيه سرايا مدير هيئه التفتيش مدير عام التفتيش. وكاول محمد بيه سرايا كلم الاستاذ سطمان رئيس قطاع الرقابه والتفتيش. فتحوا لنا البريد يوم الاجازه يوم اسمه ولد النبي يوم الخميس. فتح لنا البريد وخلينا بصينا على الكاميرا. وده الشكر ليهم الاول مشكور. رنا خرجت يوم 27/9 كانت رايحه الدرس بتاعها ميعادها الساعه 7:30. طلعت من عندي هنا الساعه 7:10. سؤال قبل ما نكمل ايه الصعب؟ اتفضل. طبعا الكل قال ان ما كانش في مشاكل بينها وبين خالص. مش بين عداوه ولا بينها مشاكل اي حد خالص ولا حتى الشخص ولا الشخص نفسه. مفيش. اما احنا بص يا فندم احنا في حالنا مسلمين ماليش دعوه باي حد. ما نعرفه ولا لنا علاقه بهم خالص مسلمين. خالص تمام. هو كل فيها في شارع قدام بعيد عنه وخلاص. مسلمين في حالنا مش محتاج في دي ولا دي. انا واحد من الناس باجي من شغلي للجامع لشغلي للنوم. مش بطلع بره الا اكون في اي مناسبه عزاء واي حاجه. بدايه الاختفاء رنا طلعت يوم 27/9 الساعه 7:10 من عندي من هنا. تمام. كانت على كانت مامتها في اليوم ده راحه للدكتور ابراهيم الجهيني بتاع العظام في دياره عايزه تودي رماس اختها للعظام وكده. فقالت يا بابا ما تخليش ماما تمشي الا ما اجي عشان اروح معاهم للدكتور. كان ميعادنا الساعه 10 بالليل لان الدكتور بيبقى كشف بالحجز وكده في دياره. طلع حاضر يا رنا ماما مش هتمشي مستنياك اما تيجي. طلعت من هنا 7:10. احنا من عادتنا بنتابع مع الولاد على طول اي حد بعد الدرس بساعه ساعه و10 ساعه وربع. مامتها مشكوره ان انا كنت بتابع معاها برضه انا بتابع معاها. فاتصلت بيها تليفون مغلق. قالت لي يا عماد رنا تليفونها مغلق. قلت لها ايه دي يمكن كني هتتاخر شويه في الدرس ولا حاجه 10 دقائق ولا ربع ساعه. برضه جالي بحس ان في حاجه. اتصلنا استنينا الساعه 9 الا ربع كده. فاتصلت على زميلتها قالت رنا ما جاتش الدرس. فضل بقى القلق والشك بقى خوفنا يعني الصراحة ازاي ما وصلتش الدرس. اول مرة يحصل موقف زي ده. قلنا في حاجة في ابصر ايه. فضلنا بقى ايه كل واحد جري في مكان. جرينا في مكان الناس قابلونا سألتهم عليهم في الشارع هناك اللي اختفت فيه رنا. قالت عدت علينا من هنا ورنا ما طلعتش اساسا من الشارع. فضلنا نجري كل واحد يجري هنا. رحت للمدرس بتاعها في كفر مسلمية هناك سألته قال لي ما جاتش.
قلت له ازاي؟ قال لي ما جاتش. نسال القمر هنا والرحله اصحاب القمر هنا ايه القمر مش موضح. فجي يوم الخميس القمر ايه فيصل فصل الحاجه اللي رانا ما طلعتش خارج المنطقه خالص. جه حضرتك فضل محمد بن نادي مشكورا بتكليف الكيادات بتاعته احمد بيه متولي مفتش المباحث محمد بيه عادل الناس ما قصروش فضلوا كسفوا البحث ويجروا هنا وهنا. لعند يوم الجمعه لقينا الجثه بتاعت رنا لقيناها الساعه 6 المغرب ورا بيت القاتل قدام بيت القاتل بحاجات بسيطه بتاع ايه متر بالظبط. البيت جنب المقابر. لا مش مقابر ما توضيح البيت مش جنب المقابر بعيد عن المقابر عشان ايه في ناس في بعض الاساتذه العلميين بيقول لك لقيناها في المقابر هي بعيد عن المقابر خالص لا 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 بعيد بعيد عن المقابر برضو بيت الراجل اهو الجنينه بتاعته اهو طلعوها من الجنينه حطها متر وصاد اسف انا اسف سوري مسبخه والحاجات دي فجي حضرتك ملقينا الجثة المغرب زي الوقت كده بعد صلاة المغرب الناس جريت وتصوت اشتغل فاخدناها ورحنا المستشفى وبعد كده راحت على الأحرار وكده الطبيب الشرعي كده جينا دفناها بعد ما المباحث ثابت وكده قعدنا 16 يوم رجال المباحث كثفت جهودها مشكورا أقدم برضو الشكر لمعالي وزير الداخلية برضو أحمد بعيسى وزير السياحة كلمه اعتنى بينا برضو وكلف وزارة الداخلية وكلف مدير الأمن مشكورا والحكمدار وشكر كل الشكر لعبد الله بي جلال مساعد الوزير للامن العام احمد بي عماره مدير الامن العام حسن بن حراوي مدير المباحث مدير المباحث محمد بي عادل رئيس مباحث المديريه الناس دي ما قصروش قعدوا 16 يوم هنا مش كانوا بيروحوا بيوتهم يمكن كان بروح عشان يغيروا هدومهم بس ويجوا الصراحه وتاني يوم كان يجوا بدري مشكوره الناس دي ما قصرتش في اي حاجه بعد تصريح الدفع 16 يوم في البلد ما مش كانوا بيروحوا بيوتهم خالص العقبة ان كان في مشكله كانت الكهرباء في الوقت دي كانت قطعه فعشان كده ما كانش في كهرباء لا الكهرباء مش كانت قطعت الكهرباء بتقطع في منطقتي هنا من الساعه 8 لعند الساعه 9 اختفت قبل قطعنا الكهرباء المنطقه دي كده بتقطع من الساعه 8 بالليل اصل احنا سمعنا لا 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 الكهرباء مش قطعت هي طالعه قبل الكهرباء ما تقطع في الشارع اللي بره بقى بعد البريد هو بقى الكهرباء بتكون قطع فيه اما منطقتي هنا الكهرباء بتكون شغاله لعند مكان ما لقينا الجثه الكهرباء تبقى شغاله السفاح القاتل قال لها تعالي انا وزميلها في المدرسه احنا اول ما نعرفش وزميلها تعالي يا رنا ماما عاوزاكي وعاوزاكي هتديك ورده عامله لك ورده زي ما عامله للبنات زملاتنا مامته توضيحا برضو اخصيه اجتماعيه على رنا عشان بعض المواقع قالت لك بيخطف تخطف ورده والحاجات دي الكلام دي غير واقع عن الصح اخصائيه اجتماعيه على رنا عشان في بعض المواقع نزلت قالت لك ايه بتخطف ورده رنا كان في حالها ولا بتبص بص كان في طريقها فراحت مامتك فين يا احمد قالت له قال لها فوق يا رنا فراحت جايه نازله فقال لها ماما فوق يا رنا طلعت راح جاي زق اللي حاول اعتاد عليها راح جايه مقاومه راح جايه واخدها جررها وقفل الباب حاول يتعدى عليها قاومته لاخر لحظه عاوز يتعدى عليها جنسيا وحتى قال لها الفاظ وحشه قاومته راح جاي خبطها بالسكينه كام طعنه وخنقها غير ما تعدى عليها يعني ضرب. طعنها طعنات كتيره ده عشان يخفي جريمته ما بقى ما حافظت على شرفها خاف بقى من البطش بتاعنا وبطش الاهالي فخاف بقى ليه البيت قوامت وحفظه راح جه طعنها وخنقها كذا طعنه ده سفاح اصبح مجهز العده من يعني واخدها من على الطريق مجهز سكينته مجهز حاجته مجهز كل حاجه ويجي الناس يقول لك طفل طيب. استحاله يكون طفل يعمل حاجه هو حاول يتعدى عليها قوامته وحافظت على شرفها وماتت شريفه عفيفه الحمد لله كان سبب ليه قبل كده ليه سوابق مع ناس جيرانه حاول يتعدى عليهم وكان في محاضر وفي حاجات بس قعدوا مع بعضهم وحلوا المشكله والده تقريبا دفع فلوس او مش عارف ايه اللي حصل المشكله اتحلت انتوا الناس تعرفوها ما انا ابي لا لا لا, لا 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 ضاع على ذكر اساميهم انا والده انا عارف والده انا والده عارفه والده في البلد بس انا ما بحتكش فيه ولا ماليش علاقه بيهم راجل في البلد عادي سلام سلام تمام ف مش كنا نتوقع ان يطلع من الراجل ده حتى انا كنت جايب منه انا غساله بدفع له القسط بتاعها والله قبلها بيوم قبل ما ابنه ينكشف قبلها بيوم ولا يومين والله خد الفلوس وجري على جوه يعني كانه كان والده كان عارف اي حد الوقت فن بيعمل جنايه لازم يكون معاه حد بيساعده واقرب الناس ليه
أصل الجريمة يعني هو تم الجريمة في وسط بيته، في بيته، في قلب بيته. طب فين والده؟ قالوا والدته مش موجودة، قالوا والدته مش كانت موجودة. الوقت اللي كانت موجود ساعتها أخته الدكتورة ووالده كانوا موجودين في المحل. أنا جيت دلوقتي مش هلاقي دم في الأرضية؟ وبقول لك أنا جرتها بتاع 100 متر ولا 150 متر، مش هلاقي الجنينة متبهدلة؟ مش هلاقي فريحة زفارة؟ ده الواد من الجرام بتاعه يا فندم خد الكوتش بتاعها والكتب ولع فيهم. دي تفكير عيل؟ خد الموبايل راح رماه في الترعة. دي تفكير واحد؟ أكيد حد مخطط له، حد مدبر له، في حد معاه في الجريمة. شريك معاه؟ عنده كم سنة؟ عنده 16 سنة أو 15 سنة. بس تفكير جهنم يا فندم، لدرجة حط الجثة جامة المسبخة، عاوز الجثة تنشال في المسبخة. الناس بيحملوا السباخ والحاجات دي، آسف اللفظ، بيحملوها بتطلع الجبل. معنى كده لو الجثة لو كانت راحت كانت الجثة مش كنا عرفناها، تتروح تمشي. والسباخ دي بروح هناك الجبال بتفرم، يعني كان زمان جثة بنتي اتفرمت مش كنا عارفينها فين. ده لو ستر ربنا، رحمة ربنا كريم. وبعدين هو قال لك الجثة طلعت من أول يوم، الجثة ما طلعتش في أول يوم. جثة من المباحث كثفت جهودها، الجثة طلعت يوم الخميس بالليل من البيت. لأن الجثة كانت في البيت. المباحث كثفت، ما قال لك هنخش البيوت ونفتش البيوت. الجثة دي طلعت بالليل أثناء قطعان الكهرباء من الساعة 8 لعند الساعة 9 أو ممكن الفجرية. نخش البيوت لما تعبوا الحكومة تعبت. الحكومة قالت خلاص هنفتش، عشان مختفية في المنطقة دي مع حضرتك، ما طلعتش بره. في ناس تقول لك ده عدت وفي ناس تقول ما عدتش. المباحث تعبت صراحة، كيلة وكان ناس 16 يوم ما ناموش، القيادات نفسها ما نامتش. فريق من أعلى مستوى، مركز الدياب قياداته وفؤوس قياداته وكفر صقر قياداته والقيادات كلها. وأشكر برضو أحمد بناش مفتش رئيس مباحث كفر صقر، وهاني بخريبة برضو مفتش المباحث، ما صاروش معانا في حاجة. كل القيادات ديار ببراهمية، عبد الرحمن بالظواهري، أحمد بمجدي، أحمد بالسيد، ناس كتير، القيادات كلها ما صارتش، القيادات الكبيرة نفسها ما صارتش. ووزير الداخلية مشكورا محمود بيتوفيق كلف القيادات، كان من ساعة البلاغ كان التكليف، كان محمود بيتوفيق كان عالم بالجنان ساعة الخط. من ساعتها أحمد بعيسى كلمه وزير السياحة. بس قلبك يعني ارتاح شوية بعد ما عرفت ان الجاني؟ اما تعبت اكتر. ليه حضرتك تعبت ليه؟ خاصة قانوننا، القانون بتاعنا قانون الطفل لازم يتغير. واحد زي ده عمل كذا، يعني سبق سرعة ترصد مترصد ومخطط تخطيط، استحالة واحد كبير واحد يعمل حاجة زي ديت. انا هلوقتي انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد السلطة التشريعية، بناشد وزير جميع الوزراء العدل، ساعات دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بناشد كل القيادات تعديل قانون الطفل تغييره. حرام حرام واحدة زي دي حاملة كتاب الله، ماشية بما يرضي الله، عمرها ما أذت حد، كانت من الأوائل، كانت متفوقة، استحالة أذت حد، كان الكل بيشهد لها في السيرة بتاعتها. وحضرتك لو شفت الجنازة بتاعتها كانت جنازة رهيبة مهولة، أنا كنت بزفها، أنا كنت بزفها. ماتت شريفة عفيفة بركة القرآن، القرآن كرمها، القرآن رفع من شأنها، القرآن حافظ على شرفها. كانت على طول كانت بتحافظ على القرآن وتمشي هنا في القرآن كده، كانت في الجزء ال 12 كانت ماشية فيه، كانت في عزمة، كانت كده اللهم أمين. فاللي عمل العملة ديت استحالة يكون طفل. أهم حاجة يتحكم عليها زي ما يتحكم عليها ده ما العمل فاكر. تعديل قانون الطفل يا فندم، تعديل قانون الطفل عشان خاطر دي طفلة مش إلها زن، مش إلها زن، وأبوه شريك معاه في الجريمة، يعني هو مش ممكن لروحه يتخطط أبوه. لو احنا عايزين ارجو تعديل القانون ده. حق الولي الغلبانه دي حرام عليه، والله حرام عليه. لو بيجيبوا حق الولي الغلبانه دي لازم يجيبوا حقها، لازم ينعدم زي ما عدمها، لازم ينعدم، لازم ينعدم. طب انت بتطالب بالقصاص العادل، القصاص وتغيير قانون الطفل. تغيير قانون الطفل هياخد 10 سنين وهيطلع زي الفحل وهياكل وهيشرب ويكيد فينا. ليه حرام عليه؟ دي وليه غلبان عملت فيهم ايه؟ لا احنا اللي ناخد طيبهم ولا احنا نعرفهم ولا حاجه عليهم. ليه كده؟ زي ما عدمها هو ينعدم، هو روح يحكم عليه بالاعدام عشان نرتاح. احنا قلبنا مولع نور، قلبنا مولع نور. ممكن يعمل الجريمه لروح؟ لا لا، مش عملها لروحه ده، لازم ينعدم، لازم ينعدم. عملها لروحه ينعدم، مش عملها لروحه ينعدم. ينحكم عليه بالاعدام زي ما هو عدم بنتنا، هو ينعدم هو روح. خلاص الحرام عليهم،
حرام عليهم، ده احنا قلبنا مولع نار وجسمنا مولع نار، والله العظيم ما حد علم ابننا يا ولاد، والله ما حد علم ابننا. بتطلي بيسمح عايزه حق بنتي ينعدم زي ما عدمها وموتها يموت حق بنتي. زانب بنتي في رقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي رقبة القضاء، زانب بنتي في رقبة مصر كلها. تعديل قانون الطفل، قانون الطفل اتعدل يا فندم. انا الوقت اللي عايز اعمل جناية هجيب عيل عنده 15 سنة 13 سنة يجتل في دوده وهيطلع. تعديل القانون، ذنب بنتي في رقبتك يا ريس، ذنب بنتي في رقبة وزير العدل، ذنب بنتي في رقبة رئيس الوزراء، ذنب بنتي في رقبة مصر كلها. مصر ان شاء الله قضاء شامل وعادل ان شاء الله يجيب حقوقكم. انا بطالب تعديل قانون الطفل، وبطالب جميع المحاماة الشرفاء، بطالب معالي المستشار عبد الحليم بيه علام نقيب المحامين في مصر، المحامين الشرفاء كلهم حق رنا بنتي، حق بنتي نقابة المحامين عبد الحليم بيه علام، جميع نقابات مصر بناشدهم يجيبوا حق رنا، حق رنا في رقبتكم وحياتك الباقيه يا فندم، حياتك الباقيه. طبعا اسره رنا كلها بتطالب بالقصاص العادل من هذا الشخص. طبعا القصه زي ما ذكرنا لحضراتكم في البدايه ان تغيرت اثناء خروجها للدرس، وطبعا غابت عن بيتها مجرد 3 ايام بس. في اثناء 3 ايام كان حال الاسره كلها نار ايده لتغيب بنتهم، مش عارفين عنها اي حاجه. طبعا تم العثور عليها جثه هامده، وطبعا بعد عرف ان 16 طبعا بعد ما عرفوا ان بعد ما تم القبض على المتهم بطلبوا بالقصاص العادل. طبعا دي كانت تغطيه من موقع خبر اليوم وتابعين الكرام، اللي ننتقل لكم في بس الاخر. دمتم في رعايه الله وامن السكنه. شكرا لحسن الاتصال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.